Monsieur le secrétaire général. سيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد رئيس الجمهورية الفرنسية، أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، إنها لسعادة بالغة لي وأعتقد كثيرا أيضا من المعاني أن أستقبلكم اليوم في اليونسكو في هذا المنتدى المخصص لحوكمة الإنترنت. أريد أن أوجه الشكر لأمين الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس الجمهورية الفرنسية لحضورهما، لأن ذلك يدل فعلا على الأهمية التي يوليانها لما نقوم به على صعيد اليونسكو، ولكن أيضا التعدد الأطراف، وكان ذلك دليل كبير على حضورهما لمنتدى السلام الذي افتتح يوم أمس في باريس. إن العالم اليوم التحديات التي يواجهها العالم المستقبل يعيش اليوم اضطرابات عميقة جدا أثرت بها الثورة الرقمية والبيانات المتعلقة الذكاء الاصطناعي، وهذه مسائل لا يمكن لأي مجتمع بمفرده أن يقوم برفعها أو حلها دون مساعدة المجتمعات المدنية والباحثين والعلميين. يمكن فعلا أن نستخلص بعض الدروس من أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما من خلال صلاحيات اليونسكو، أي التعليم والعلم والثقافة والمعلومات والتواصل. ولكن هناك الكثير، وقد تم الكثير، ولكن لا زال الكثير من التحديات التي ينبغي اليوم أن نقوم برفعها، لا سيما تلك التي تتعلق بقيمنا العالمية التي ينبغي علينا نحن اليوم من خلال صلاحياتنا في اليونسكو ومن خلال تعاوننا فعلا على رفعها، لأنها تتعلق بقيمنا الأساسية. وهناك أيضا تحديات أخرى تتعلق بانعدام التوازن فيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت، فبينما هناك 4 من 5 في العالم المتقدم الذين لهم وصول للإنترنت، فإن هذه النسبة المعدل تتدنى إلى 2 من 5 في بلدان أخرى، كما وأن هناك تحديات أخرى تتعلق أيضا بلغة الإنترنت. ولا ننسى أيضا بما ينطوي عليه أيضا الفضاء السيبرني فيما يتعلق بهذه التحديات أيضا السلبية، مثل المضايقة التي يعرض لها الكثير من شباب وصحفيين ونساء، وكل ما يؤدي أيضا إلى سوق خطابات الكراهية. كما وأنه ينبغي فعلا التفكير بكل هذه الأمور لكي نتمكن فعلا من دفعها في القنوات اللازمة، وينبغي أيضا التفكير بالتعبير وأشكال التعبير في الإنترنت لكي لا يتضرر أي من المبتكرين والمبدعين، لا سيما من فنانين أو من كتاب التضرر من ذلك. كما وأنه أيضا يجب الاهتمام بالبعد والجوانب الأخلاقية لمسألة الإنترنت وخطاب الإنترنت، لا سيما وأننا نحن في اليونسكو نجد هذه الأخلاقيات في صلب ما نهتم به. وهذه المسألة المتعلقة بالأخلاقيات ينبغي فعلا تناولها على الصعيد الدولي، ونحن لطالما في اليونسكو لطالما قمنا فعلا بدعم هذه المسألة، النقاش والحوار بهذه المسألة، وهذا ينبغي فعلا أن ندعم بشأنه كل الأعمال والأبحاث التي قام بها سواء الفلاسفة أو الباحثين أو غيرهم. مرة أخرى شكرا لكم جميعا لحضوركم. إن هذا الصرح قد أنشئ من أجل احتضان الفكر والتفكير بكل هذه الأمور، وإننا لسعداء فعلا باستقبال الدورة الحالية لمنتدى حوكمة الإنترنت. شكرا جزيلا لإصغائكم، وأعطي الكلمة للسيد أمين عام الأمم المتحدة. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs. أيها السيدات والسادة، سيدي رئيس الجمهورية الفرنسية، إننا اليوم مجتمعون هنا في فرنسا حيث لطالما برع الابتكار العبقرية الإنسانية.
إنه في هذا المكان أي في فرنسا في عام 1805 التي حيث استخدم التلغراف الآلي، وفي الأعوام وفي السبعينات شهدت فرنسا أيضاً اختراع المينيتيل الذي كان فعلا هو بدايات الانترنت، وانه بفضل الداتاجرام اي مخطط حزمة البيانات، حيث قام لوي بوزان بجعل نقل البيانات على دفعات مسألة ممكنة، وبعد ذلك الانترنت. انه في فرنسا هنا التي عرف حيث وضع الكثير من اسس الحقبة الرقمية. و لابد من القول بأن الرئيس ماكرون يندرج في هذا الإطار، في إطار هذا التاريخ الفرنسي الغني جدا عن طريق فتحه مسارات جديدة، وأنا أشكره لذلك وأشكره لاستقبالنا اليوم. إنه من خلال معرفة التاريخ يمكننا فعل الانطلاق نحو المستقبل. لقد حان الوقت لكي نفكر بأشكال وأساليب جديدة من أجل وضعها بخدمة التكنولوجيات القادرة فعلا على تحرير الفرد، ووضعها أيضا في خدمة القيم الأساسية للبشرية. لطالما شهدت قاعات الجامعات والمقاهي البارزية النقاشات بشأن النقاشات التي يقوم بها الفلاسفة والكتاب بشأن تأثير التكنولوجيا على الإنسانية وعلى على الإنسانية. ولهذا المسار قد قاد بنا المسار نحو الحكمة ونحو التجديد يقودنا اليوم، وقادنا إلى اليونسكو التي تعرف منذ زمن بعيد النقاشات المتعلقة بالأخلاقيات، واليوم ستشهد أيضا النقاشات بشأن الذكاء الاصطناعي. وإنه هنا في ملتقى الماضي والحاضر يجب أن نفكر فعلا في هذا الإطار بالمستقبل. أصحاب السعادة أيها السيدات والسادة، إن منتدى حوكمة الإنترنت قد جاء بعد القمة، قمة مجتمع المعلومات الأول عام 2005 في تونس، وإنه في ذلك الوقت الذي شهدنا فعلا بدايات الفيسبوك، ولم يكن بعد تويتر قد بدأ بالعمل. لقد شهد هذا المنتدى 30 عاما. إن هناك مسارات جديدة تنفتح اليوم وفرص جديدة تنفتح اليوم أمامنا على صعيد الحلول الرقمية التي من شأنها أن تغير حياتنا وأن تعطيها زخما جديدا. ولكنه بجانب كل هذه المنافع المهمة جدا والأساسية، لابد من القول بأن عالم الإنترنت والذكاء الاصطناعي من شأنه أيضا أن يستخدم من أجل أشياء سلبية مثل خطاب الكراهية، وذلك من خلال كل ما تقدمه قنوات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويجب علينا من خلال نقاشنا في هذا المنتدى أن نتأقلم فعلا ما هو مستجد اليوم. إن من بين الأسئلة الهامة التي نشهدها هو أن نبقي على الإنترنت من خلال نقاشاتنا، وأن نعرف ونتبين كيف يمكن أن نبقي عليها مناسبة ونافعة جدا. ما هو سعيد اليوم هو أن فرنسا التي تستضيف هذا المنتدى وألمانيا التي ستستضيفه العام المقبل تخصصان وتستثمران الكثير فيما يتعلق بالتفكير والأفكار المتعلقة بحوكمة الإنترنت. أريد من خلال هذا المنتدى ومن خلال نقاشاتكم أن تركزوا لو سمحتم على أهمية فائدة الإنترنت. يجب أن يكون الإنترنت متعدد أصحاب المصلحة ومتعدد الاختصاصات، هذا ما نريده. ويجب أن يكون التعاون بهذا الشأن في المجال الرقمي قائم على هذا الأساس. إن التكنولوجيات الرقمية هي تكنولوجيات مستعرضة، ويجب أن لا نبقي نقاشاتنا محصورة في صوامع محددة. يجب
فعلا أن نعنى بذلك بتعدد الاختصاصات، ولهذا الغرض لابد وأن ندعو إلى نقاشاتنا الفلاسفة لكي يتحدثوا بشأن الأخلاقيات، ويجب أيضا أن ندعو أخصائيي علم الإنسان وغيرهم من الأخصائيين لكي يساعدوننا فعلا في التفكير ومناقشة كل هذه الأمور. عندما نقوم بمناقشة ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فنحن بحاجة أن نأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية والاجتماعية، ولذلك لابد وأن يكون حاضرا أخصائيون في هذه المجالات. نحن بحاجة أيضا لأصحاب الاختصاص وأصحاب الخبرة أيضا لكي نتمكن من الإبقاء أو على القيام بهذا التوازن الصحيح الذي نحن بحاجة إليه بين حماية الخصوصية والأمن أيضا. وثانيا، نحن بحاجة أيضا لكي نجد تلك اللغة المشتركة وتلك المعايير المشتركة التي يجب أن نرتكز إليها، ويجب فعلا أن تكون الأجوبة على كل المسائل التي ترفعها الإنترنت أن تكون شاملة وجامعة في كافة أنحاء العالم. ويجب أيضا أن نهتم بتلك الأصوات الغائبة عن الإنترنت، ويجب من جانب آخر أيضا أن نشجع على دفع النقاشات بشأن الإنترنت خارج المسارات المعهودة والمعروفة، ولكي نجعل تلك الأصوات غير المسموعة بشكل كاف مسموعة أكثر، وأولئك الذين ليس لهم وجود أو وصول إلى الإنترنت أن يصبح ذلك ممكنا. يجب أن نبدأ بأولئك الأشخاص الذين يعانون من أو أصحاب ذوي الحاجات الخاصة، ويجب بهذا الخصوص فعلا أن نعنى بكل احتياجاتهم، كما وأنه يجب أن نعنى أيضا بردم الهوى على صعيد المساواة بين الجنسين. لقد غير الاقتصاد الرقمي أسواق العمل وأنشأ وظائف جديدة بينما قضى على الوظائف القديمة، كما وأن الإنترنت سمح بالتعلم على مدى الحياة. ويجب أيضا بهذا الخصوص أن نفتح الباب واسعا أمام المجتمعات المحلية لكي تستفيد من ذلك، وإنني أيضا أشجع على الانفتاح على الحكومات لكي نتبين حاجاتها، لا سيما حكومات الدولية النامية، لكي نرى فعلا ما هي تلك الاحتياجات وكيف يمكن فعلا الاستجابة لها، وكيف يمكن لمنتدى حوكمة الإنترنت أن يقدم المساعدة اللازمة لتلك الحكومات، لا سيما على صعيد البنى التحتية الخاصة بالإنترنت، كما وأننا بحاجة، وهذا ما هو مهم جديد، أن يكون للإنترنت أكبر أثر ممكن على حياتنا، وكيف يمكن أن يحسن ذلك حياتنا. إن التكنولوجيا يجب أن تمكننا وليس أن تفرط في تمكيننا، وبهذا الخصوص يجب فعلا أن نضع السياسات اللازمة التي يجب أن نبعد عنها أو التي يجب أن نعنى بشأنها، لا تكون لها أي نوايا غير مقصودة أو أي نوايا لعينة. إن النقاشات المتعلقة بحوكمة الإنترنت لا يجب فعلا أن تبقى على صعيد النقاش، بل يجب أن نضع ذلك في قنوات محددة وفي أطر تقنينية محددة لكي نتمكن فعلا من التأكد من الأثر للإنترنت. وبهذا الخصوص فعلا يجب أن يشارك الجميع في ذلك، جميع أصحاب
المصلحة بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني. نحن بحاجة خلال هذه الأيام الثلاثة أن نشجع فعلا على التركيز على كل الحلول المبتكرة فيما يتعلق بالإنترنت وجعل الإنترنت أكثر وثوقا. يجب أيضا أن نعنى بكل المخاطر التي ينطوي عليها العالم الرقمي. أريد أيضا أن أشدد على أن أريد أيضا أن أشجع وأن أهنئ أيضا ما قام به الفريق الاستشاري المتعدد أصحاب المصلحة لما قام به على صعيد المساواة بين الجنسين، ولكن أيضا من أجل ردم الهواة الموجودة سواء على صعيد الفوارق العمرية أو على صعيد الفوارق الجغرافية من حيث التمثيل والوصول إلى الإنترنت. عندما تتعلق الأمور فعلا بالحكومات يجب فعلا أن تقوم هي بما ينبغي عليها. فيما يتعلق بي يجب أن أؤكد لكم بأنه يمكن أن تعولوا علي وعلى دعمي الكامل والمستمر، وإنني أتمنى لكم النجاح الكامل في هذا المنتدى، وشكرا. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. شكرا لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة يا أنطونيو العزيز، شكرا على كلمتك هنا وبالأمس خلال منتدى باريس للسلام، وكل هذه المواضيع كانت في صلب كلمتك ومداخلتك. سيدة مديرة اليونسكو العامة، شكرا لك. فخامة رئيس ليبيريا، شكرا لحضورك معنا. أصحاب السعادة والمعالي الوزراء والسفراء، أيها الأصدقاء الكرام، ربما هذه أول مرة أتوجه فيها إليكم هنا بصفتي الرسمية كرئيس للجمهورية كان في الأمم المتحدة وفي قلب باريس النابض. اسمحوا لي إذن أن أقول لكم كم أنا مسرور لأن أكون معكم هنا في اليونسكو. اليونسكو وهي أداة فريدة، أداة للتعاون متعدد الأطراف ما بيننا من أجل حماية التراث الثقافي، وهي الوكالة العالمية للتربية والعلوم، هي منصة من أجل النهوض بتعددية لغوية، وهي مركز لنشر المعرفة الرقمية ونشر الابتكار. في زماننا الراهن نحتاج إلى اليونسكو، إلى هذه الوكالة، وكالة الأمم المتحدة، وإلى حكمتها وكلمتها العاقلة. نحتاج لكي تقوم اليونسكو بإقناع العدد الأكبر من الدول والمتزايد من أجل الانضمام إلى هذه المبادرة. من هنا سروري العارم أن أكون معكم اليوم، وتعرفون أن رسالة اليونسكو تتعزز اليوم باستقبال واستضافة هذا المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت اليوم. قبل 30 سنة ولد الورلد وايد ويب، الشبكة العنكبوتية، وقبل 30 سنة تناقل حاسوبان رسالة إلكترونية، واليوم بعد 10 سنوات فقط أو 15 سنة فقط ولد الإنترنت، واليوم في 2018 نصف الإنسانية مرتبطة بالشبكة على خط الإنترنت، أي 50 سنة بعد تناقل رسالة واحدة بين حاسوبين. ولطالما يتم المقارنة بين ثورة الإنترنت بثورة الطباعة في القرن 15، وهذا صحيح لأن هذه الثورة أدت إلى نشر المعرفة، ولكن الزعزعة والتغير العميق الذي افتعله الإنترنت أكبر بكثير وأعمق بكثير، و
قد تغيرت درجة التحول في كل مجالات حياتنا. وقبل بضعة عقود تغيرت وتحولت طريقة نشر المعلومات، تبادل المعلومات بين الأشخاص. هذا تحول جذري لطريقة إنتاجنا واستهلاكنا وللحكم وللعمل. الإنترنت قد حولت حياتنا بشكل جذري، وكل منا يخال إليه أنه يمكن أن يعيش حيوات متعددة بدلا من حياة واحدة. نشهد ثروة ثقافية، اجتماعية، فلسفية في كل شرائح مجتمعاتنا الإنسانية. وهذا التغير ما زال قائما، كل يوم تطول قائمة التطور وأوجه التطور والتقدم بالتكنولوجيات الجديدة، بإنترنت الأشياء، وبتكنولوجيات متصلة بالذكاء الاصطناعي، وكلها تنبئ وتبشر بتقدم هائل وتغييرات في مجال الصحة والثقافة والأمن والتعليم. ولكن يواكب ذلك تحديات كثيرة، فرص كثيرة، نعم، وتسارع للتقدم بالنسبة إلى الإنسانية، ولكن يترافق ذلك مع تحديات هائلة في حياتنا اليومية وفي الحيز المشترك الذي نعيش فيه. هكذا، ففيما نفتتح هذه الدورة 13 لمنتدى حوكمة الإنترنت بالتوازي مع الجوفتك ومنتدى باريس للسلام، مهم جدا أن نتوقف عند هذا المنعطف المهم بالنسبة إلى عالمنا. باسم فرنسا وبوجودي وبحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أود أن أقول إن المجتمع الذي تمثلون هنا والذي يسمح للإنترنت بأن يعمل بشكل جيد، هذا المجتمع هو مهم جدا في زمننا الحالي. اليوم في باريس نعقد ما يسمى بالأسبوع الرقمي لباريس، أسبوع باريس الرقمي، باريس ديجيتال ويك، أي منتدى باريس للسلام، منتدى حوكمة الإنترنت، ومنتدى أو أسبوع الرقمي لباريس. هذا بالإضافة إلى 80 رئيس دولة وحكومة و 20 منظمة دولية شاركوا جميعا في إحياء الهدنة ونهاية الحرب العالمية الأولى. لهذا السبب معا يجب أن نتفكر اليوم ونتأمل بما يجب أن نقوم به. أولا أقول لكم، وبنظري الإنترنت اليوم هو من البديهيات، ولكن هي من البديهيات والمسائل الأساسية ولكن المهددة. والبعض يقول إنترنت يعمل بشكل جيد، وبالرغم من الأحداث السيبرنية التي نشهدها دائما، نحن نثق ثقة عمياء بكل الأدوات التكنولوجية لدينا. وبالنسبة إلى الشباب، إنترنت أصبح حاجزا لا يتجزأ من حياتهم، يتناسون أن هذا الاختراع ما كان موجودا قبل سنوات. وأنتم كل يوم تحسنون وتنشرون استخدام إنترنت يوميا في عالمنا، وإداراتنا وشركاتنا تتمسك بهذه الشبكة، وقد ننسى بعض الأحيان أن هذه الشبكة مهددة. وأود أن أبدأ بهذا التأمل المشترك معكم والتفكر المشترك بالقول ما هو بديهي وتحصيل حاصل بالنسبة إلينا اليوم، أي الإنترنت مهدد في هيكليته وفي صميمه. ذلك لأن الإنترنت أو الحيز السيبرني إذا ما كان حيزاً أو فضاءاً للنزاعات، قد ينتقل أو يتحول من منصة إلى من منصة للنزاعات إلى منصة متشتتة متجزئة. ذلك لأن الإمكانيات التي تطورها وتستثمرها الدول من أجل مواجهة الاعتداءات السيبرنية إمكانيات هائلة، ولكن إن لم نتمكن من التحكم بذلك ومن فرض وضمان سلامة وأمن هذا النظام، إما يتجزأ ويتفكك أو يؤدي إلى أنظمة تصنعها المجتمعات المدنية ولكن تؤدي إلى تشتيت النشاط وتشتيت الطاقات. إن طبيعة الهجمات والاعتداءات السيبرنية التي
نواجهها اليوم يمكن أن تكون تجربة كبيرة بالنسبة إلينا في حياتنا اليومية، في مستشفياتنا وفي مؤسساتنا وفي كل مجال للحياة اليومية. لهذا السبب يجب أن نعيد تحديد الحيز أو المجال الذي يمكن أن نطبق فيه ونستخدم فيه الإنترنت بسلامة. أضف إلى ذلك أن الشبكة مهددة بمضمونها وبالخدمات التي تقدمها، لأن عوارض الإنترنت أصبحت قائمتها طويلة، فكل حشد الطاقات من أجل حقوق الإنسان وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ يترافق معها استخدامات إجرامية وغير شرعية للإنترنت. نجد ثورات ديمقراطية كثيرة بفضل الإنترنت. قبل 10 سنوات شهدنا ثورات ديمقراطية رائعة، ووسائل التواصل الاجتماعي كانت فضاءات بامتياز من أجل انتشار هذه الثورة الديمقراطية وأفضل قناة لانتشارها. أما اليوم إذا ما نظرنا إلى ديمقراطياتنا فنرى أن الإنترنت يستخدم أكثر وبشكل أفضل من طرف المتطرفين ومن لدن الإرهابيين. هذا هو واقعنا ويجب أن نواجهه بشجاعة. وهذه الشبكة أيضا تستخدمها الأنظمة المتسلطة من أجل فرض قرارها وفرض إرادتها. هذا هو واقع الإنترنت ويجب أن نكون واعين لهذه المسألة. بالطبع نحن نحمي وندافع عن الحريات المطلقة في كل مكان، لأن هذه الخدمات حيوية وضرورية بالنسبة إلى الجميع، ولكن هذا لم يعد كلاما صالحا الآن. يجب أن نواجه تدفق أشكال تعبير الكراهية على خط الإنترنت المتزايد. ونحن في هذه السنة نواجه ما يلي: تهديدات على الإنترنت، وكذلك وصف البعض للإنترنت كخطر حقيقي للمجتمعات الديمقراطية. ويجب أن نحرص ونحترس من الدمج والخلط بين الأنظمة المتسلطة التي استخدمت الإنترنت وكذلك هيئات أو الجهات في ديمقراطياتنا وفي مجتمعاتنا الديمقراطية التي تستخدم الإنترنت ولكن لمآرب سيئة وخبيثة. وهذا الخطر يتضاعف لأن كل التحولات التي شهدتها مجتمعاتنا قد زعزعتها وقد افتعلت تقلبات فيها. من هنا الفرص التي يمكن أن تنتج عنها، مثلا الإمكانية أن نواجه هذه التحديات عبر خلق فرص عمل جديدة، الوصول إلى الإنترنت خاصة بالنسبة إلى المهمشين والذين لا يستفيدون منه. وأخيرا إن شبكة إنترنت مهددة بمثولها العليا وبقيمها، لأننا قد نميل جميعا للنيل من حياد الإنترنت، ولأن المنصات الكبرى قد لا تكون أو لن تعود جسورا إلى المعرفة، بل قد تكون معاقل للفكر الواحد أو الفكر المتحيز. وهنا إن مفهوم حياد الإنترنت يمكن أن يكون نهاية الفكر، ومفهوم حياد الإنترنت مفهوم ضروري يجب أن نشدد عليه ونشدد على عدم قدرة بعض اللاعبين من التحكم بشكل كبير بالإنترنت. ولكن حياد الإنترنت ليس عالمية الإنترنت، وهو يختلف عن عالمية الإنترنت، وهنا التمييز. نحن الحكومات والدول منذ قرن قمنا بإرساء مبادئ تحميها الأمم المتحدة،
قلنا لدينا مدماك من القيم والمبادئ، ولدينا هرمية بين هذه المبادئ، ولكن بعض القيم هي تسمو على غيرها، والحياد ليس من هذه القيم، لأن حياد الإنترنت يسمح للمستخدمين الذين لا يشاطروننا قيمنا، يسمح لهم بأن يستخدموه لخدمة مآربهم السيئة. وتجاه ذلك يمكن أن نغلق أو نوصد أبواب الإنترنت من أجل الحفاظ على حياده، وهذا أيضا ليس حلا. نحن نحتاج إلى إنترنت حر منفتح وآمن، يسمح للجميع بالولوج إليه، ويسمح أيضا بأن نحترم قيمنا ومبادئنا ومثلنا العليا. إذن الخطأ الذي نرتكبه هو أننا باسم الحياد لا نميز بين استخدام وآخر، باسم الحياد نعدل عن طموحاتنا بالتوصل إلى شمولية وعالمية الإنترنت. هذا هو الخلل في طريقة تفكيرنا، وباسم الحريات سمحنا لأعداء كثر للحرية بأن يتقدموا مقنعين وأن يستخدموا الإنترنت لمآربهم. هذا ما سمح بالإنترنت بأن ينتشر بشكل كبير. هذا كله يؤدي إلى مسؤولية متزايدة من طرف اللاعبين، وإلى ضرورة تنظيم عمل الإنترنت. هذه التهديدات وهذه المخاطر سيداتي سادتي هي التي دفعتني إلى المجيء إليكم اليوم لتحدثي أمامكم. فالمسألة طارئة وملحة، علينا أن نمسك بزمام الأمور بالنسبة إلى الإنترنت، وأن نتقبل مسؤولياتنا حول هذا الموضوع. ومن هذا المنظار اقترحت بأن تطلق هذا العنوان على دورتكم السنوية، إنترنت الثقة، إنترنت أوف تراست، من أجل تعزيز الثقة بالإنترنت، تعزيز الثقة بحماية الحياة الخاصة وخصوصية البيانات، الثقة بالمضمون والثقة بالشبكة نفسها، والثقة بالمضامين بالأحرى. إن فرنسا منذ سنوات تحمل وتدعو لتنظيم الإنترنت بشكل أكبر، وفرض القوانين فيها والتنظيم، الوضع الأنظمة. وعندما نتحدث عن التنظيم أو عن القواعد والقوانين يعارضنا البعض، ولكن إن تحدي المجتمعات المدنية لحكوماتها يجب ألا يمنعنا من مواصلة تنظيم الإنترنت. وهنا الحكومات تختلف باختلاف الدول، بعض الحكومات ديمقراطية والبعض الآخر غير ديمقراطي. وفي بعض الدول ديمقراطية ليبرالية تنتشر وتزدهر، وفي بعض الدول الأخرى ديمقراطية من طراز آخر. وبالتالي يجب أن لا نتواجه أو لا نخلط بين كل هذه الأنظمة وهذه الديمقراطيات. وللأسباب التي ذكرت أعتقد أنه علينا أن ننظم، أن نضع القواعد للإنترنت حتى ينمو ويزدهر كما صممه الآباء المؤسسون. وتيم برنرز-لي هو الذي أطلق فكرة إنقاذ الإنترنت، وهذا هو الشرط المسبق الذي سيسمح للحكومات المنتخبة بحماية الإنترنت. إن لم ننظم الإنترنت ولم نخضعه للقواعد، قد نزعزع من أركان وأسس الديمقراطية. إن لم نسمح للمواطنين بأن يتحكموا ببياناتهم، وإن لم نمنحهم الحق بالتحكم ببياناتهم، من سيفعل ذلك غير الحكومات؟ من غير الحكومات باستطاعته أن يمنح هذه الحقوق للمواطنين؟ كيف نسمح للاعبين اقتصاديين بالتحكم بذلك؟ كيف نعطيهم الحق أكثر من الحكومات في تنظيم علاقة المواطن مع هذه البيانات وعلاقة المواطن بشبكة الإنترنت؟ نحن لدينا مسؤولية تجاه المواطن، وكأن هؤلاء يسلبون منا هذه المسؤولية. ويجب أن نخرج من الخيار الخاطئ أو المزيف الذي نواجهه اليوم، أي بين نموذجين، أي الإدارة الذاتية للإنترنت دون حوكمة من جهة، وإنترنت كقلعة محصنة يقوم بالتحكم بها وبمراقبتها الحكومات والسلطات المطلقة. وأقول الخيار هو بين إنترنت كاليفورنيا وإنترنت صيني،
إما إنترنت يسيطر عليه القطاع الخاص وهو الشركات الكبرى الهائلة التي لديها صفات كثيرة ولكن ليست منتخبة ديمقراطيا، وبالتالي لا يمكن أن نكلفها إدارة الإنترنت من جهة، وهذا هو نظام الإدارة الذاتية للإنترنت وهو ليس ديمقراطي وليس لديه حوكم. من جهة أخرى أرى الإنترنت حيث للحكومة دور كبير، ولكن هو حسب الطراز الصيني، أي الحكومة هي التي تتحكم بكل تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. أنا أحترم هذا النموذج، ونحن نعمل مع الصين ونقوم بإنجازات كثيرة مع الصين، ولكن ليست لدينا التفضيلات الديمقراطية نفسها، وكذلك ليست لدينا المراجع الثقافية نفسها بالنسبة إلى الحريات الفردية وغير ذلك. هذا واقع. إذن هذا الإنترنت الذي تسيطر عليه الحكومة يسيطر عليه هيمنة معينة ونحن لا نريدها. إذن هناك خيار ثالث غير هذين الخيارين، وهو أن يتم التنظيم ووضع القواعد من طرف الحكومات بمعية المجتمعات المدنية. فمن المستقبل نحن ذاهبون إلى تنظيم أكبر وإلى قواعد أكثر في كل المجالات، وما فعلناه في مايو أيار الماضي في باريس هو عندما أطلقنا مبادرة جديدة هي التعاون معا من أجل وضع القواعد معا والأنظمة معا، أي أن يكون كل لاعبي الإنترنت، المجتمعات المدنية، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، المفكرون والصحفيون والحكومة، جميعا شركاء يقومون أو قيمون على الإنترنت ويعملون معا. وهذه الفكرة لقت نجاحا في العهد الرقمي. إنترنت بعمق المعلومات الموجودة على إنترنت، الخدمات الأساسية التي تتيحها هي كنوز مشتركة يجب أن نديرها معا لكي نتمكن من نقلها للأجيال اللاحقة. إذن يجب أن نبتكر معا تعددية أطراف جديدة تتكيف مع الواقع الرقمي والافتراضي مع الفعالية. ولهذا أقترح عليكم اليوم منهجا جديدا استشاريا وتشاركيا. منتدى حكمة إنترنت موجود منذ 12 سنة الآن، جودة المبادلات الموجودة فيه معروفة. هذا المنتدى يجب عليه أن ينتج الآن حوار ونقاش بالطبع، ولكن يجب أن يصلح نفسه ويصبح مركزا للمقترحات الملموسة والمبادرات، ونحن ندعم كل المبادرات في هذا الصدد. ولهذا فإن فرنسا بمساعدة الدولة الطرف التي احتضنت هذا المنتدى، سويسرا في السنة الماضية، وكذلك مع ألمانيا التي ستحتضن في برلين في 2019 هذا المنتدى، ندعم هذا الإصلاح لمنتدى حكمة إنترنت هذه السنة. وبعد التجربة الخاصة التي حصلنا عليها في جنيفا فإننا سنبني ونمضي قدما، ولكن أنتم يجب عليكم خلال هذا النقاش أن تصلوا إلى سبل المبادرة والإصلاح مقترحات مجال السياسات العمومية. وكان هذا هدف إنشاء هذا المنتدى عندما أنشئ في سنة 2005 كما أدعم كذلك، وهذا مقترح فقط، أن يصبح منتدى حكومة إنترنت مرتبطا مباشرة بالأمين العام للأمم المتحدة، وأن يحظى بأمانة خاصة به، أمانة عامة. أنطونيو غوتيريس، أدعمكم والأمر بين أيديكم، وأعلم مدى اهتمامكم بهذا المنتدى. أقترح عليكم كذلك أن نبدأ بالتساؤل دون انتظار حول ما يشبه خارطة طريق مشتركة، وسأسجل بشأنها مقترحاتكم وستكون بوصلة لأعمالنا خلال هذه الأيام. الكثير من المواضيع من الأولويات بالنسبة لفرنسا يجب أن نتفكر فيها، ووزارة الرقمي تعمل عليها في فرنسا. أولا حماية المواطنين فيما يتعلق بقضيتين، حماية البيانات وتشريع المحتويات ووضع تشريعات تؤثر المحتويات. بدأنا بالعمل يدا بيد سيادة المفوضية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحماية البيانات مع اعتماد التشريع العام لحماية البيانات، وهذا دليل على أن التشريعات بدل أن تكبح الابتكار ستنشئ ثقة وستبني ثقة المستخدمين، وهذا هذه ثقة نحتاج إليها. هذا الابتكار نشأ عندما
في ما وراء المحيطات كان جدل كبير أثار أو سلط الضوء على أهمية حماية البيانات، وهذه التشريع سيصبح معيارا دوليا ويجب أن نحسن الوضع في أوروبا. أفكر مثلا في إنشاء إطار تشريعي أوروبي للمحاكمات التي يقوم بها أو الدعاوى التي يمكن أن يرفعها مجموعات، وكذلك ضد من يخترقون البيانات الشخصية، وكذلك إمكانية رفع دعوى من قبل البلدان الأوروبية ضد كبرى الشركات، إنشاء حق كذلك فعلي للتحكم في البيانات الشخصية. هذه الحلول أنتم بين أيديكم، يمكن أن تنشئوها المشفرون، المؤسسة، القطاع الخاص. هذه المعايير الدولية هي التي يجب مستقبلا أن تصلوا إليها في هذا المنتدى، لا سيما فيما يتعلق بتشريع المحتويات غير المرغوب فيها وغير القانونية التي تتجاوز الحدود. كل هذا شبكة معقدة، يجب أن نميز بين شقين. الشق الأول يتعلق بمحاربة المحتويات غير الشرعية الإرهابية، استغلال جنسي الأطفال، وهنا يجب أن نكون طموحين في ردنا عليها وصارمين. ومن الشق الثاني هو المحتويات التي يمكن التأويل بشأنها مختلف من بلد إلى آخر، مثلا القذف، السب والشتم، وهذه التشريعات مختلفة بين بلد وآخر. الذكاء الاصطناعي يمكن له أن يكتشف فيديو إرهابي، ولكنه لا يمكن له أن يميز لحد الآن بين السخرية، الفكاهة. إذن هذه الفروقات الدقيقة يجب أن يبت فيها قضاة، ولا يمكن للمنصات الكبرى والقطاع الخاص أن تبت هي فيما هو يعتبر إرهابا وكرها أو حرية تعبير. المجتمع المدني يلعب دور الحارس ونقص الخطر، يدق نقص الخطر، وهذا مهم. ولكن أحرزنا تقدمات مهمة ويجب أن نواصلها، تقدمات مهمة فيما يتعلق بالمحتويات غير قانونية، لا سيما فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. السنة الماضية بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي شرعنا في نقاشات مباشرة مع كبرى شركات إنترنت في إطار المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب على إنترنت، وفي التقينا في ديسمبر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم الاتفاق على الرصد الآلي لهذا الخطاب الإرهابي وحذفه. ولكن هذه المقاربات مبنية على الطوعية وهذا محدود، وهذا من ينشرون هذا الخطاب يفرون الآن نحو منصات أقل قوة وحرصا. أوروبا يجب أن تحدد إطارا تشريعيا واضحا لكل المؤسسات. نحن قدمنا تشريعا أوروبيا وندعمه ونتمنى أن يعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية، ولكن أنتم يجب عليكم أن تشجعوا هذه التأطيرات والمعايير تتجاوز القارة الأوروبية. إنترنت تفسح المجال لمن يستعملونه أن يقوموا بهذا بشكل مجهول الهوية، وهذا في بعض الأحيان مهم، ولكنه لا يجب أن يمكن إرهابيين ومجرمين من أن يفروا من ويفلتوا من العقاب. يجب أن نتعاون قضائيا بشكل فعال لرفع طمس الهوية عن هؤلاء، كشف هوياتهم. أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تجد اتفاقا للتعاون القضائي كما هو الحال بالنسبة للكلاود أكت الذي يحترم الحقوق لحقوق الرعاية الأمريكيين والأوروبيين. فيما يتعلق بالمحتويات ذات المحتوى الغير قانوني ولكن المبهم، يجب أن نوجد سبل مبتكرة. أولا فيما يتعلق بالمحتويات التي تبث الكراهية، والمآسي المؤخرة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي رافقها خطاب كراهية تثبت هذا.
من أنشأوا إنترنت ما كانوا يريدون هذا، هم كانوا يريدون نشر الإخاء والمحبة. يجب أن نقوم هذا لمصلحة الشباب بالأخص. لا يمكن أن نطبق نفس التشريعات في هذا المجال على شكل ما نطبقه فيما يتعلق بالإرهاب. يجب أن يكون لنا تشريع دولي، آليات للتعاون مناسبة فيما يتعلق بالإرهاب، ولكن فيما يتعلق بالتحرش السيبرني، الخطاب الذي يبث الكراهية، فيجب أن نتعاون مع الفاعلين المحليين والقطاع الخاص والدول. ولكن الأضرار نراها في شبابنا وعلى جيلنا الشاب، السايبر بولين، الكراهية، التحرش. أوروبا يجب أن تطور إطارها القانوني للخروج من المنظومة الثنائية. المنصات الكبرى التي تنظم وتحلل المحتويات لاستثمارها الدعائي لا يمكن أن تنأى عن المسؤولية بنفسها عن المسؤولية. يجب أن تكون هناك مسؤولية واضحة لهذه المنصات. يجب أن تعزز جهودها فيما يتعلق بمحتويات معادية للسامية وعنصرية. يجب للمنصة أن منصات أن تتحمل المسؤوليات وأن تخضع للتشريعات. إصلاح التشريعات الوطنية التي تعهدنا بتقدمها في سنة 2019 يجب أن تبنى بالشراكة لكي تكون فعالة. ولهذا فرنسا ستطلق مع فيسبوك تجربة ميدانية استثنائية خلال الفصلين الموسمين الأولين من 2019. فيسبوك سترسل أو ستستقبل بعثة من المشرعين الفرنسيين، مهمتهم بالتعاون مع خبراء فيسبوك أن ينشئوا مقترحات مشتركة دقيقة لمحاربة المحتويات التي تبث الكراهية أو التي فيها سب وشتيمة. هذا نموذج للتعاون الاستثنائي مهم. يسعدني هنا بهذه المقاربة التجريبية المبتكرة التي ستمكن من التفكير بشكل ملموس بأحسن السبل لضمان تطبيق كبرى المنصات للتشريعات بأسمى المستويات. هذا المنهج أتمنى أن ننشره وأن نعممه. هذه التجربة خطوة أولى مهمة. أخيراً، حماية المواطنين في الديمقراطية مرتبطة بإتاحة المعلومات ذات الجودة. إنترنت ناقل ممتاز واستثنائي للمعارف، ولكن المفارقة هو أنه أصبح الآن بيئة للأخبار المغالطة والإدعاءات. يجب أن نعلم مواطنينا الكشف عن هذه الأخبار المغالطة والصور المفبركة. الذكاء الاصطناعي والبرامج كذلك يمكن لها الآن أن تستعمل لتشويه خطابات وصور وفيديوهات. إذن يجب أن نعمل على الثقة، يجب أن نعمل على تعزيز والنهوض بقيمة الأدلة الحقيقة، ويجب أن نعظم من دور من يؤكدون الحقيقة ويدافعون عليها بالأخص الصحفيين. يجب أن نتخذ قرارات جذرية في هذا المجال. منظمة صحفيين بلا حدود قدمت إعلانا دوليا للمعلومات والديمقراطية، وهو ثمار خبراء لعشرين بلد يقدمون مبادئ لضمان في مجابهة التحديات التي نعرف فيها فضاء عاما مزدهرا وخصبا للديمقراطية والحقيقة. قدمت هذا المقترح لمنتدى باريس من أجل السلام بالأمس، وقدم لرؤساء الدول والحكومات. نحن ندعم هذا الإعلان، إعلان صحفيين بلا حدود. فرنسا شرعت في اتخاذ إجراءات لمحاربة الفيك نيوز أو الأخبار الكاذبة، لا سيما خلال الحملات الانتخابية، وأدعوكم جميعا إلى دعم بشكل ملموس هذه المبادرات. وهنا لا يجب أن نخطئ في معركتنا. من لا يناضلون من أجل النزاهة في الحملات الديمقراطية يساعدون الحكومات المستبدة وكل من يدعمها للطعن في نزاهة حملاتنا الانتخابية. الصحفيين يجب أن يحظوا بمكانة وأخلاقيات تمكنهم من أداء مهمتهم ومهامهم. لا يمكن
أن ننأى بأنفسنا عن التفرقة بين الصالح والطالح في هذا المجال. كل المعلومات ليست متساوية، هناك معلومات حقيقية ومعلومات مخالطة. التعليقات كلها مقبولة، ولكن يجب أن تعلق على هذه التعليقات أن تكون مبنية على معلومات صحيحة، هذا أساس الديمقراطية. كريستوف دو لواغ، ذكرت أنا أغنت وقلت بأن الكذب، وعفوا، أن الحقيقة هي أساس محاربة الاستبدادية. هناك نوع من الاستبدادية والفاشية ينشأ الآن، إما تحت ظلامية الخطاب الديني المتعصب المتطرف أو القومية المفرطة، وهي تستعمل نقاط ضعفنا، قنوات اتصالنا، وتستفيد كذلك من عدم تمييزنا بين الحقيقة، وفي بعض الأحيان ميلنا للمساواة بين الحقيقة والكذب، بين مختلف القيم. وفي هذا الصدد يجب أن نعمل معا، وأدعوكم جميعا أنتم الذين تناضلون من أجل حرية التعبير على الإنترنت أن تنشئوا مبادرة ونموذجا للتشريعات للحق في المعلومات الصحيحة. الأولوية الثانية التي يجب أن ندافع عليها هي الثقة وأمن الإنترنت واتزانه واستقراره. هذه أحسن وسيلة لتفادي تجزئة وشرذمة إنترنت. إنترنت أصبحت ساحة للوغى، لأن الكثير من الأطراف تتنازع وتستخدم ثمار إنترنت. الحل لا يجب أن يكون مبنيا على الدفاع فقط، بل يجب كذلك أن يكون مبنيا على التعاون والقانون. يجب أن نعمل معا لتعميق القواعد التي تنظم العلاقات بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في الفضاء السيبرني. وفي هذا الصدد فإن فرنسا قررت دعم نداء باريس للثقة والأمن في الفضاء السيبرني. أطلق هذا خلال مؤتمر باريس للسلام ومنتدى حوكمة إنترنت. هذا النص، هذا النداء، هو أول إعلان يشترك منظمات دولية، دول، منظمات غير حكومية، شركات، هيئات محلية وفاعلين محليين للعمل معا لتنفيذ القانون الدولي في الفضاء السيبرني وحماية الحقوق على الإنترنت ومحاربة كل ما من شأنها أن يزعزع استقرار الإنترنت. هذا النداء دعمه اليوم أكثر من 370 دولة ومنظمات من المجتمع المدني وشركات، وهذه القائمة يزداد عدد داعميها ساعة بعد ساعة. عقد من العمل والتعاون متعدد الأطراف هو ثمار هذا النداء، وأنا على ثقة بأنكم ستدعمون هذا النداء، وأشجعكم على اعتماده ونشره. ولكن التحدي الفعلي هو تنفيذ هذا النداء. أقترح إن وافق وبموافقة الأمين العام أن نوكل لمنتدى حوكمة الإنترنت مهمة متابعة تطور هذا النداء، تسجيل الدعم المعلن له، وإطلاق مبادرات تعاونية ضرورية لتحقيق أهداف هذا النداء. الآن يجب أن ننفذ هذا النداء، وهذا نضال أساسي وضروري. ثالثا، الأولوية الثالثة لمستقبل الإنترنت هي صون الإمكانيات للابتكار والاختراع والتنمية الاقتصادية على الإنترنت. هذا الحمض الوراثي للإنترنت، هذه الشبكة استثنائية، لأنها تمكن لكل موهبة مهما كانت إمكانياتها، مهما كانت لغتها، أن تلتقي بالعالم أجمع. وهذا الطابع الاستثنائي والتحولي لهذه الشبكة. ولهذا أقول هنا في اليونسكو أن هذه القضية لها من أهمية بمكان، يجب أن نعمل في الفضاء الرقمي لتعزيز التعددية الثقافية. نحن سنعتمد تعليمة أوروبية أساسية ستمكن تشاطرا منصفا للمنافع الثقافية والاقتصادية، وفرنسا تدعم هذا. هناك
تحول للإيديولوجية الجماعية، هذا ضروري. ساعدنا وأحببنا الإنترنت لأننا نحب الانفتاح، وأنا أواصل دفاعي وحبي للإنترنت، ولكن من خلال حبنا على الانفتاح فإننا نرافع في نفس الوقت من أجل ألا نفرق بين الأمور، وكأن الانفتاح هو الغاية وليس المحتويات. ولكن يجب أن نقاتل من أجل ونناضل من أجل سوق نزيه للرقمي. يجب أن تكون لنا تشريعات مشتركة تمكننا من إنشاء محتويات واعتراف حقوق والوقوف وحماية على حقوق المؤلف في وحقوق الملكية الفكرية في هذا الفضاء. الكثير من عملوا وأنشأوا إنترنت حاربوا الملكية الفكرية على الإنترنت، ولكن اليوم إن لم نناضل من أجل هذه المبادئ فإننا نعترف بأنه ليس من هناك إلا من حق واحد، وهو حق الناشر والموزع، وليس من حق من أنشأ وابتكر. ولهذا هذه التعليمة ستشاطر المنافع بشكل منصف بين كل هذه الهيئات، من ابتكر، من أنشأ المحتوى، ومن وزعه. التعاون بين المنصات الكبرى، ستارت ابس، الشركات الصغرى، الخادمات، من يحتضنون المحتويات، من يوزعونها، والمنشئين والمبتكرين والفنانين، كل هؤلاء أطراف ذات صلة مهمين. وإن لم نطبق هذه التعليمة فإننا لن نتمكن من الدفاع عن التعددية الثقافية بشكل فعال. من أنشأه وانتجه شخص معين في أي بلد فإنه يجب أن يستفيد منه، ليس فقط من يوزعه وينشره. هذه قاعدة أساسية، ولكن اليوم لا ندافع عن هذه القاعدة بشكل مناسب. وأنا أدعم أن الدفاع عن الكوبيرايت أو حقوق المؤلف، الحقوق الملكية الفكرية والمؤلفين، ليس حبا للإنترنت، بل هو حرماننا من مبتكرين فنانين وفنانات جدد. وهذا ما سيمنع أي هيئة من الهيمنة على الإنترنت. ولهذا فإنني اقترحت إنشاء مرصد للمنصات على الصعيد الأوروبي، وإنشاء تشريعات تطبق على المنصات وقطاع الأعمال مع احترام حقوقها. المنصات يجب عليها أن تتطور كذلك لأخذ بعين الاعتبار هذا الاقتصاد الجديد. سنقدم مقترحات تكميلية لتجديد المؤسسات الأوروبية في هذا الصدد، أن نناضل من أجل هذه التعددية الثقافية. والإمكانيات الفنية للإنترنت هي أن نناضل كذلك من أجل التربية والتعليم، هذا النضال الأهم بالنسبة لنا، أن نناضل من أجل تعليم الشباب أن يتعلموا، أن تكون يحظوا بالتعليم الأساسي أولا لكي يحموا أنفسهم ضد الجهل، وأن يكون لهم كذلك معرفة نيرة ضرورية في العصر الرقمي، إتاحة الشفرة لهم، أن وهذا ما سيمكنهم من وظائف جديدة على الإنترنت. الاستثمار في التربية من قبل الحكومات، المنظمات الدولية، من كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، هذا أمر أساسي للإدماج وبناء الثقة والاقتصاد. وهذا ما سيمكن لوحده من أن ننشئ معا أنوار إنترنت التي نصب إليها، وأن نتفادى أن تنهار إنترنت في ظلامية حديثة. الحفاظ أيضا على قدرة الشبكة على الإبداع يعني أيضا القيام أيضا بإرساء التوازن الضريبي لكي لا نقوم بذلك من إغلاق الباب من هم خارج الشبكة. ولهذا الغرض لابد وأن نقوم بذلك على صعيد دولي، إذ أننا نعترف بأن الرسوم والضرائب المفروضة اليوم
غير متوازنة، فنحن ما نسعى إليه هو فرض رسوم وضرائب عادلة، ولكي يستمر ويتمكن الجميع من الاستفادة من الإنترنت، وإلا فإن ذلك سيساعد فعلا على تضاعف إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وسنقوم وإن ذلك سيعني إن لم نقم فعلا بإرساء هذا الإطار الدولي للرسوم والضرائب العادلة، فإن الوصول العادل سيتضاءل، وآمل أن أتوصل إلى ذلك من خلال العمل عليه في إطار منظمة الـOECD، منظمة التعاون في المجال الاقتصادي، والهدف من ذلك هو فعلا تجنب الهيمنة والسيطرة التي تمارسها اليوم كبريات الشركات أو القادرين فعلا على ذلك. ويجب علينا بهذا الصدد فعلا أن نرسي الأسس العادلة وأن نرسي منافسة قائمة على العدالة أيضا. ويجب أيضا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي نقوم بذلك على الصعيد الوطني ونستثمر الكثير، هذا ما عنيته بذلك على الصعيد الوطني، ويجب أيضا أن نعزز هذا التعاون على الصعيد الأوروبي والدولي، وإن فرنسا تسعى خلال رئاستها لمجموعة السبعة خلال عام 2019 أن نعزز التعاون بشأن الذكاء الاصطناعي، وهذا ما سنقوم به، وقد بشرنا للتو بالتعاون بهذا الخصوص مع كندا من خلال تعاوننا الوثيق مع رئيس وزراء كندا السيد ترودو. و علينا جميعا أن نعمل لا سيما في أوروبا أن نعزز الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، علما بأن هذه الاستثمارات لا تتجاوز نسبة 10%، وهذا يجب أن نعمل عليه بالتعاون على الصعيد الفرنسي والألماني وبعد ذلك الصعيد الأوروبي، لننطلق فعلا إلى تعزيز التعاون هذا على الصعيد الدولي، كما وأنه يجب أيضا أن نعمل من أجل تعزيز قدرة أجياك، أي الفريق الدولي المعني بالتغير المناخي، إنها مسألة ذات أهمية عالية جدا، ويجب بهذا الخصوص أن نعتمد كثيرا على ما يجري من أعمال على صعيد منظمة الـOECD، وأن نعول أيضا ونعتمد ما يجري على صعيد اليونسكو التي تهتم بالجانب الأخلاقي لذلك، فإنه ينبغي علينا فعلا أن نعمل جميعا يدا واحدة لكي نهتم بهذه الجوانب الأخلاقية وتأثيراتها على الصعيد الدولي من خلال التعاون في إطار منظمتي الـOECD واليونسكو. وإنني قد دعيت أيضا كبار المفكرين والعلماء للمشاركة في النقاشات التي سنقوم بتنظيمها خلال عام 2019 بشأن هذه المسائل التي ستجري مناقشتها أيضا خلال هذا المنتدى وخلال المنتدى المقبل في برلين. أيها السيدات والسادة، إن السيد كوفي أنان الذي سبق السيد غوتيريس في أمانة عام الأمم المتحدة الذي قال إذا ما أردنا فعلا أن نتحلى بالابتكار فلابد في مكان ما أو في مجال ما فلابد وأن نتحلى بنفس الابتكار الذي تحلى به من قادوا إلى هذا الاختراع أو ذاك. وإنني أكرر هذا القول لأقول لكم يجب فعلا أن نقوم بذلك معا، وإنه ليس من سبيل الصدفة أن نجتمع اليوم في باريس بعد يوم واحد من الاحتفال بذكرى وقف القتال وانتهاء الحرب العالمية الأولى، الذكرى المئوية. إن ذلك فعلا قد جرى
فضلي أيضا ما تحل به من ابتكار من ابتكار كل من سبقونا على صعيد ابتكار أشكال جديدة للتعاون. فلقد تم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إنشاء مجتمع الأمم، عفوا جمعية الأمم التي أخفقت وأنشئت بعدها الأمم المتحدة. لذلك أدعوكم جميعا وأشجعكم على الابتكار وعلى التحلي بالابتكار لإنشاء أشكال جديدة من التعاون لكي نتقدم معا. إن التحديات المنتصبة أمام عالم الإنترنت إنما تخصكم جميعا وتخصنا جميعا، وإنني مقتنع فعلا أنه يمكننا معا وبالاقتداء بما فعله سابقون أن ننجح في رفع تلك التحديات. وشكرا جزيلا لإصغائكم. شكرا جزيلا وأتمنى لكم عملا ناجحا.